هذا الأسبوع في ترتكتا. ضيوفنا من الإمارات جاسم محمد، من السعودية إسماعيل مبارك، الفنانة أنغام، والبنت الرومانسية مروان كوري. أنا مع كل فنان يغني لها شهوة. كبار الفنانين تكلموا عن صوتك. مش عارفة يعني إذا كنت أنا اللي اخترتك من ولا هو اللي اختارني. يعني زمن الألبومات انتهى، مثل ما يقولون البقاء للأفضل يعني. فهي الحكاية مش بالكم يعني، الحكاية أنت قلت إيه غنيت إيه. قول يا من الأحد بعد أخبار العاشرة على قناة دبي.